شيء محتاجه للضبط يعني برضو طب. انا اما قلت ان ايران قد تستغل الحوثيين لتعزيز اوراق تفاوضيه، لم اقصد ان الحوثيين بالكامل حتى هذه اللحظه مرتهنين لايران. الحوثيين مكون مهم جدا من مكونات المجتمع اليمني، وعانى من التهميش وعانى من ظلم طويل لا يمكن انكار ذلك، وبالتالي فان معالجه المساله اليمنيه تقتضي أن يتم منح الحوثيين مساحة للمشاركة السياسية المتوازنة والعادلة مع بقية الأطراف اليمنية في عملية إصلاح سياسي في اليمن ككل، وبالتالي استيعاب الحوثيين سياسيا في الساحة اليمنية شرط أساسي لا يمكن الإنكار. أعتقد أن الحوثيين عفوا يعني أعتقد أن الحوثيين لا يبحثون عن تنفيذ هذا الشرط لأنه في واقع في أمر واقع. هنا المشكلة بقى واللي ممكن تدي لإيران دور مهم. المشكلة أن الحوثيين استغلوا، أنا ما أراه توافق كان سعودي إيراني لإطاحة حكم الإصلاح أو حكومة الإصلاح موجودة في اليمن في تلك اللحظة، تم استغلال هذه المعادلة السعودية الإيرانية اللي نشأت بعد لقاء بين وزير خارجية البلدين في قمة الأمم المتحدة في الأخيرة في شهر سبتمبر الماضي للدخول إلى العاصمة صنعاء. منذ هذه اللحظة الحوثيين لم يسعوا إلى نوع من أنواع التوافق مع بقية القوى اليمنية، ودي هي المعضلة الأساسية، نوع من أنواع الغلبة. وحين يتم القياس مع حزب الله في لبنان هي دي المدخل الرئيسي، وفكرة الغلبة والسيطرة على الساحة السياسية من خلال مدخلين، مدخل من داخل الحكومة نفسها، يعني يريدون أن يكونوا شركاء في الحكومة ويريدون أن يكونوا شركاء في القوات الأمن وفي الجيش وفي الشرطة وغيره. وحين تم توقيع اتفاق السير المشكل له ملحق أمني يشترط خروج الحوثيين من العاصمة صنعاء، تم رفض توقيع هذا الملحق الأمني، وبالتالي تبقى ميليشيات أخرى تماثل حزب الله في الحاله اللبنانيه، حزب الله شريك في الحكومه اللبنانيه، وفي نفس الوقت يمتلك ميليشيات خارج الدوله اللبنانيه، خارج الدوله اللبنانيه ويحتكر قرارها وقت ما يشاء ويستطيع ان يدخل الى بيروت زي ما حصل في نفس النموذج اللي حصل في القضيه الايرانيه. القضيه هي تظهر فين في هذه اللحظه؟ ان الحوثيين اذا استشعروا في اي لحظه من اللحظات ان هناك توجه اقليمي او دولي ضدهم يمكنهم اللعب على الورقه، هم الاخر على الورقه الايرانيه، وبالتالي ستجد ايران في هذه اللحظه مدخلا مهما لدعم الحوثيين في اليمن اذا تم محاوله اعاده التوازن في الداخل اليمني عن طريق تقييد قوه الحوثيين العسكريه، اخراجهم من المدن ونزع السلاح وشيء من هذا القبيل. وبالتالي الحوثيين فرصه لايران للعب دور مهم. في نقطه اخيره فيما يتعلق بالمذهب الزيدي، هو اقرب الى المذاهب السنيه، هو ليس مثل المذهب الشيعي يعني يفضل أحد الخلفاء الراشدين على الآخرين، ولكن هو يرى أن الجميع فضلاء. لكن داخل المذهب الزيدي الحوثيين هم أكثر قربا، وتم حدوث تطورات فقهية داخلهم تجعلهم أقرب إلى المذهب الاثنى عشري. طيب. وتلك نقطة مهمة يجب الوعي